أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. الموت بالكوليرا يصل إلى السجن المركزي في محافظة إب. عزلة في تعز تستعيد ناديها الرياضي بعد توقف لأكثر من 24 عاما. صحيفة عربية تقول إن طائرة واحدة تصل اليمنيين بالعالم. ومن الأخبار الأكثر قراءة، زوجة تنتقم من طليقها وتدفع مبلغ تسوية الطلاق بالعملات المعدنية. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، شاب ألماني يعود للسجن مرة أخرى عقب خروجه بخمس وأربعين دقيقة. أهلا بكم. احتلت الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي إلى السعودية الصدارة في مواقع الأخبار والصحف الورقية، وفي تأثير الزيارة على مجريات الأحداث في اليمن. يقول موقع الموقع بوست في عنوان بارز: ما مدى تأثير انتعاش العلاقات الأمريكية السعودية على الأزمة في اليمن؟ وفقا لتقرير الموقع، فإن استقرار اليمن لا يشكل أولوية لواشنطن من أجل سلام المنطقة وقطع أذرع إيران فيها فقط، بل من أجل حليفتها السعودية التي تهددها طهران عبر دعمها للحوثيين في البلاد التي تشكل خاصرة جنوبية جغرافيا. ومن المتوقع أن يسهم التقارب بين واشنطن والرياض وفقا للتقرير في تقريب وجهات النظر بين البلدين بشأن الملف اليمني والتسريع من عملية استعادة كل الساحل الغربي للبلاد، خاصة مع استمرار استغلال الانقلابيين له بطريقة سلبية تضر بالوضع الإنساني في البلد المنهك جراء الحرب. يعاني العشرات من الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي أوضاعا صحية سيئة داخل السجون. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان له أورده موقع المشاهد نت أنه حصلت على معلومات بخصوص تدهور صحة الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي المختطف لدى جهاز الأمن القومي منذ صدور حكم الإعدام التعسفي بحقه الشهر الماضي. وبحسب المعلومات، فإن الزميل الجبيحي يعاني من مرض الربو، وتضاعف لديه المرض خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يسمح له بزيارة المستشفى أو استخدام أطباء للعلاج داخل السجن. وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقهم، داعية إلى سرعة توفير العناية الصحية للزميل الجبيحي وكافة المختطفين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة. الوحدة من منجز إلى تهمة. تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، وقال في أجزاء من المقال: جاء انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح بدعم من إيران ليصادر ما تبقى من دولة كان يعول عليها نسبيا في ترميم واستعادة المشروع الوطني، خاصة بعد أن أعاد الحراك السلمي في الجنوب وثورة الشباب السلمية الأمل بإصلاح الخلل العميق في الحياة السياسية من خلال إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية المصادرة. وكان الحوار الوطني خطوة هامة على هذا الطريق. وفي مواجهة هذا الانقلاب تشكلت مقاومة عسكرية على طول اليمن وعرضها جنوبا وشمالا، وقدمت التضحيات الكبيرة في سبيل ذلك، غير أن هذه المقاومة أخذت تتخبط في خطاب سياسي وإعلامي تصادمي فيما بينها، أظهرها كما لو أنها قد فقدت القدرة على ترشيد مسارها المقاوم في الجانب العسكري بدليل نظري سياسي واضح يقدم الحجة على أنها استفادت من تجارب التشظي والقمع التي تعرضت له الحياة السياسية. الهروب من الهوية اليمنية إلى هوية مجهولة ذات إشكالية حقيقية لا يرفض القضية الجنوبية بأي إضافات وجيهة، بل بالعكس يدفعها إلى خارج سياقها السياسي المعترف به كدولة ما قبل عام 1990، مع ما يرتبه ذلك من إشكالات سياسية وتاريخية.
إن التمسك بيمنية الجنوب لا يضر بقضية الجنوب كما يعتقد البعض، لأنه يكسبها قيمة معنوية مرتبطة باسم الدولة التي جعلت من الجنوب دولة بعد أن استعصى الجنوب حينها على الهويات البديلة التي لم تستطع أن تجمع الجنوب في هوية واحدة. التركيز على تشكيل قيادة موحدة للحراك السلمي الذي قاد العملية السياسية في الجنوب خلال الفترة الماضية، وأصبح الصوت المعبر سياسياً عن هذه القضية، ومطلبا يتردد من الجميع، هي أولوية أكثر أهمية من الحديث عن أي صيغ أخرى لا تتوفر لها شروط العمل بدون صعوبات أو إشكالات سياسية وقانونية. العمل وفقا لأولويات تراعي الوضع العام هي مسألة أجدر ما يمكن وصفها بالجدية عندما يتعلق الأمر بقضية عادلة لا بد أن تنتهي إلى حل عادل. يواصل موقع يمن مونيتور تتبع الثروة التي كونها المخلوع صالح من أموال اليمنيين، وقد أعد الموقع رسوما بيانية توضح مصادر وطرق تجميع تلك الثروة الموزعة بين العديد من الدول، حيث تقدر الأمم المتحدة ثروة صالح ب60 مليار دولار. وأتاحت عمليات الفساد التي كان يقوم بها صالح وعائلته جمع قرابة 2 ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود من عدة أوجه. وبحسب الموقع فقد كون ثروته من قطاع صناعة النفط وبناء الهياكل الأساسية ووكالة السيارات المحلية وصفقات الأسلحة ومرتبات الموظفين الوهميين في الجيش والخدمات العامة. ومن خلال تتبع تركز الثروة وجدت أموال صالح موزعة بين كندا وسويسرا وجزر البهاما وجزر تريكس وجزر بريطانية وغيرها. يقول موقع المصدر أونلاين في أحد عناوينه التي تحدث فيها عن موضوعين منفصلين: مصرع فتاتين غرقا شرق محافظة إب ووفاة أحد نزلاء السجن المركزي بسبب الكوليرا. أفاد مصدر محلي في مدينة النادرة بمحافظة إب بأن فتاتين لقيتا مصرعهما غرقا في قرية يفاعة بوادي بنا شرق المحافظة بعد أن سقطتا في إحدى الحفر المائية بالوادي لتلقيا مصرعهما على الفور. في سياق آخر، توفي أول نزلاء السجن المركزي في مدينة إب مركز المحافظة بوباء الكوليرا. ووفقا للموقع فقد أوضح مصدر بأن السجين أحمد صالح 30 عاما توفي بعد يومين من إصابته بداء الكوليرا، وتم إيداع جثته ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة. وكان مصدر طبي قال إن العشرات من السجناء أصيبوا ببكتيريا الوباء، ودعا السلطات الأمنية والصحية في المدينة لسرعة تفادي انتشار الجائحة المرضية بين أسوار السجن الذي يحوي أكثر من 2000 نزيل. تواصل فكرية شحرة سرد قصص المعتقلين واللحظات التي اعتقلوا فيها وكيف يعانون في سجون الميليشيات، وقالت الكاتبة في مقالها المنشور في يمن مونيتور. رمضان آخر سيمر على أبناء هذه الأسرة وهم لا يعلمون عن والدهم شيئا. لم يستجد عليهم منذ رمضان السابق إلا وفاة الجدة بحسرتها وهي تنادي ولدها المعتقل حتى آخر لحظة. خرجت أنفاسها مع كل حرف ملتاع من اسمه ولم تعد تلك الأنفاس أو عاد ابنها. ففي رمضان العام الفائت عقب العشاء مباشرة هجم على منزلهم مسلحون من ميليشيا الحوثي في اقتحام لا يمت للأخلاق بصلة. تقول الأم: ليتهم أخذوا كل شيء وتركوا لنا ابني. لقد انتزعوا معهم عائلة هذه الأسرة برفقة رجل كان لسوء حظه ضيفا على العشاء تلك الليلة. لم يكتفوا بهما بل ألحقوهما بالنجل الأكبر لعائل هذه الأسرة أيضا. خلال شهور من المعاناة وبعد وساطات وتوسلات ودفع مبالغ طائلة دبرتها الأسرة بمشقة كبيرة، تم إطلاق الضيف مع الولد ليصف لوالدته وجدته أهوالا مما لاقى من المعاملة اللا إنسانية داخل معتقلاتهم. أما الأب فلم يعرف مصيره أو يعرف في أي سجن أو معتقل هو. كلما عرفته الأسرة أن الأب اعترف بتهم كثيرة تحت التعذيب المستمر وأن لا أمل في خروجه من المعتقل. لم تتمكن الأسرة من رؤيته مرة أخرى أو حتى زيارته أو معرفة مكانه، وكلما توصلوا إليه من أخبار تكون متضاربة عن وجوده في هذا المعتقل أو ذاك. كل محاولات معرفة مصيره تبوء بالفشل، فالغريم هو القاضي والسلطة الانقلابية هي التي تختطف الأبرياء لتجبرهم على اعترافات تدينهم
كي تحاكمهم أو تقتلهم. إلى موقع الاشتراك نت والذي تحدث عن مبادرة أهلية في إحدى أرياف تعز وعنوان الموقع: مبادرة شبابية تنجح في إحياء نادي رياضي بالعزاز. وأطلق عدد من أبناء عزلة العزاعز بمحافظة تعز مبادرة شبابية لإنقاذ ناديهم الرياضي الثقافي الذي تأسس مطلع ثمانينيات من القرن الماضي ولعب دورا مهما في المنطقة قبل أن يتوقف عن مواصلة وظيفته الرياضية والثقافية عام 1994. وأعلنت مبادرة إحياء النشاط الرياضي الثقافي في نادي شباب العزاعز وبهدف توفير بيئة جذابة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة وتكوين قيادات شبابية قادرة على قيادة عملية التغيير في مجتمعها. ويشير الدكتور خالد عريمان رئيس المبادرة إلى أهداف تنموية متعددة يسعون إلى تحقيقها من خلال إعادة النادي تتعدى النشاط الرياضي إلى ما وراءه من خلال استخدام القيم الرياضية وتوظيفها من أجل تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم المجتمعية وتحسين الأداء الدراسي لزيادة معدلات النجاح إلى جانب تعزيز الظروف الاقتصادية مع التركيز بصفة خاصة على أهمية إشراك الفئات المهمشة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود اللقاء معكم ونصحبكم في جولة بين صفحات الصحف العربية، ففي عنوان عريض لصحيفة العربي الجديد قالت: طائرة وحيدة لليمن مهددة بالتوقف. وقالت التفاصيل إن رحلات الخطوط الجوية اليمنية باتت مهددة بالتوقف بعد أن أضحت الطائرة الوحيدة العاملة حاليا غير قادرة على تسيير الرحلات في ظل انعدام إمكانيات الشركة وتوقف مركز صيانة الطائرات الذي يقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتضيف الصحيفة العربية: خرجت ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من الخدمة منذ نهاية العام الماضي 2016 بسبب حاجتها للصيانة، غير أن إلغاء الخطوط اليمنية بشكل متكرر رحلات الطائرة الوحيدة العاملة حاليا يثير قلق حول توقفها هي الأخرى. وألغت الشركة الرحلة المقررة فجر الخميس الماضي من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. مسؤول في الشركة كشف عن تصريح للعرب الجديد أن سبب إلغاء الرحلة هو عطل يحتاج إلى صيانة غير متاح حاليا، مشيرا إلى أن أسطول الخطوط اليمنية كان مكونا من 6 طائرات، منها طائرتان مستأجرتان اضطرت الشركة لإعادتهما مع بداية الحرب في 2015 وتراجع نشاط الشركة. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي تابعت الشأن اليمني وعنونت: موجة نزوح داخلي في الحديدة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وقالت الصحيفة: تهامة يحيط بها الموت من جميع الجهات بسبب تفاقم الوضع المعيشي والمشكلات البيئية والصحية، حيث تتعرض إلى تفشي الأمراض الفتاكة التي تخطف أرواح المرضى بسبب عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات الحكومية. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك في فصل الصيف الحار، شهدت مدينة الحديدة الساحلية موجة نزوح داخلي، وليس نزوحا جراء الحرب بل هربا من الحر الشديد في ظل انعدام الكهرباء. وهرب الآلاف من سكان المدينة والريف إلى المناطق الباردة بما فيها صنعاء وإب ومناخة ومدينة حجة. ما هو هدف أمريكا في العالم؟ يتساءل مؤلف كتاب المعارك التي صنعت رئيسا وكسرت وقسمت أمريكا إلى الأبد، باتريك بوكنان، في مقاله الذي أعادت صحيفة الغد نشره والذي قال في أجزاء منه: بالنسبة لجيل الحرب العالمية الثانية كان هناك الكثير من الوضوح. وحد الهجوم على بيرل هاربر في 7 ديسمبر كانون الأول الأمة الأمريكية على نحو لم تشهده من قبل أبدا في الاعتقاد بأنها يجب أن تحطم اليابان بغض النظر عن طول المدة اللازمة لذلك أو عدد الأرواح التي سيكلفها ذلك. ومع ذلك بعد هزيمة قوى المحور في العام 1945 عاد الأمريكيون إلى الانقسام،
أفضى ما سمي إجماع الحرب الباردة القائم على أن أمريكا فقط هي التي تستطيع احتواء إمبراطورية ستالين إلى تشكيل حلف الناتو وتحالفات أمريكية جديدة من منطقة الألب إلى بحر الصين الشرقي. مع ذلك حطمت حرب فيتنام إجماع الحرب الباردة. في عهد رئاسة ريغن انهارت الإمبراطورية السوفيتية أخيراً وتفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في واحدة من أبرز التطورات في التاريخ، وبذلك انتهى القرن الأمريكي بانتصار أمريكا. ما الذي سيكون عليه دورنا في العالم الآن بعد أن أصبحت الحرب الباردة تاريخاً؟ أخذنا جورج بوش إلى الحرب لطرد صدام حسين من الكويت، وحلقت مستويات التأييد له إلى نسبة 90% عندما أعلن أن دور أمريكا الجديد هو إنشاء نظام دولي جديد. لكن بوش ونظامه العالمي الجديد لم يستطيع البقاء والنجاة بعد نوفمبر تشرين الثاني. بعد ذلك حاول باراك أوباما تخليصنا من أفغانستان ومن العراق، لكنه فشل أيضاً وأدخلنا في أتون حروب في اليمن وسوريا، ثم بدأ حربه الخاصة في ليبيا منتجاً دولة فاشلة أخرى. لقد فقدنا السيطرة على وجهتنا، وفقدنا الحرية التي زرعها فينا آباؤنا المؤسسون لنحافظ عليها، حرية البقاء خارج حروب البلدان الأجنبية أو حروب القارات القصية. في أكثر الأخبار تصدراً للأخبار المنوعة منذ أيام، ما جاء في صحيفة الأنباء الكويتية والتي عنونت زوجة تدفع مبلغ تسوية الطلاق بالعملات المعدنية. وقالت الصحيفة إن أحد مستخدمي موقع ريديت الشهير نشر صورة للمبلغ الذي أعادته زوجة لزوجها بعد الطلاق على شكل عملات معدنية ضمن عبوات بلاستيكية. وقال الزوج: انتهت إجراءات الطلاق الأسبوع الماضي وأمرت المحكمة زوجتي أن تعيد لي مبلغ 50,012 دولار. شاهدوا كيف أعادت المبلغ وأرفق التعليق بصورة للعملات النقدية المعدنية في 3 عبوات من البلاستيك. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ لكم العنوان التالي: شاب ألماني يعود للسجن مرة أخرى عقب خروجه ب45 دقيقة. وقالت الشرطة الألمانية التي اعتقلت الشاب البالغ من العمر 30 عاما إن شخصا لم يقضي ساعة واحدة بعد إطلاق سراحه حتى عاد خلف القضبان مرة أخرى. أوضحت الشرطة أن الرجل قد اعتقل مرة أخرى بعد 45 دقيقة من مغادرته السجن في ضواحي مدينة أوغوسبروج جنوبية البلاد. وأثناء مغادرته السجن سيطرت حالة من الغضب على الشخص وقام بلكم صندوق للبريد وإلقاء حاويات القمامة في ضاحية المدينة. وأضافت الشرطة أن إحدى سلات القمامة أطيح بها في الشارع، ما أجبر العديد من السائقين على التوقف بشكل مفاجئ وسريع وعرض حياة السائقين والمارة للخطر، الأمر الذي تسبب بإلقاء الشرطة القبض عليه وتقديمه مجددا إلى القاضي الذي حكم بعودته للسجن مرة أخرى. تعيش نحو 8 عائلات سورية بينهم نساء وأطفال ومرضى في الصحراء على الحدود بين الجزائر والمغرب في معاناة مستمرة منذ نحو شهر، بحسب شهادات أفراد من اللاجئين العالقين الذين تحدثت معهم بي بي سي عربي. نتابع مجموعة من الصور التي نشرتها الشبكة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.